السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الهلال السعودي أمام نادي الوحدة السعودي اليوم بإذن الله تعالى الجمعة 16/9/2022، مباراة في الجولة الخامسة من الجولة الرابعة آسف من الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أو دوري روشن السعودي. متابعين الكرام، الهلال اليوم في مواجهة الوحدة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت مصر مصر وليبيا والسودان، والساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناتنا كل المباراة متابعين الكرام قناة اس اس سي سبورت 5 اتش دي و5 اس دي وقناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي و1 اس دي والمعلق المتألق فهد العتيبي. ملعب المباراة ملعب استاد الامير فيصل بن فهد الملز، الجولة الرابعة من الدوري السعودي. اشترك في القناة فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.